السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة البروف ليرنينج. في الفيديو دوت هشرح إيه هي الفترات وهتكلم عن أنواعها وهشرح إزاي بنقدر نكتب أي مجموعة في صورة فترة وكمان كيفية تمثيلها على خط الأعداد، فيلا بينا. لكن في البداية خلونا نشوف إزاي كنا بنعبر عن المجموعات بطريقة الصفة المميزة والسرد. يعني مثلا مجموعة الأعداد الصحيحة الأكبر من أو تساوي سالب 2 وأقل من 3، احنا نقدر نعبر عنها بطريقة الصفة المميزة زي كده: س حيث س تنتمي لص، والس أكبر من أو تساوي سالب 2 وأقل من 3. ونقدر نعبر عنها بطريقة السرد عن طريق إننا نفتح أقواس المجموعة ونكتب بداخلها سالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد واتنين، لأنه طلب مننا الأعداد الأكبر من سالب 2 أو بتساويها وأقل من 3. وبنقدر نمثل المجموعة دي على خط الأعداد من خلال رسم خط الأعداد وتحديد عليه الأعداد الموجبة والسالبة والصفر ما بينهم زي كده، وبعدين نمثل كل عدد بنقطة على خط الأعداد زي كده بالظبط. بنفس الأسلوب لو حبينا نعبر عن مجموعة الأعداد الصحيحة الأكبر من سالب 1 وأقل من أو تساوي 4 بطريقة الصفة المميزة، فهتكون عبارة عن س حيث س تنتمي لص، والسين أكبر من السالب 1 وأقل من أو تساوي الأربعة. ولو حبينا نكتبها بطريقة السرد فهتكون عبارة عن المجموعة سالب 1 وصفر وواحد واتنين وتلاتة وأربعة. ونقدر برضو نمثل عناصر المجموعة دي على خط الأعداد عن طريق رسم خط الأعداد وتحديد عليه الصفر والأعداد الموجبة والسالبة، وبعدين نمثل كل عدد بنقطة على خط الأعداد زي ما أنت شايف كده. طيب تفتكر بقى لو طلب مننا إننا نعبر عن مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من سالب 3 وأقل من 5 بطريقة السرد هيكون شكلها عامل إزاي؟ في الواقع إحنا نقدر نعبر عنها بطريقة الصفة المميزة زي كده: س حيث س تنتمي لح، والس أكبر من سالب 3 وأقل من 5. ولكن مش هنقدر نعبر عنها بطريقة السرد لأن هنا الس بتنتمي للأعداد الحقيقية، وزي ما انت عارف ان في الاعداد الحقيقيه بيكون بين كل عددين صحيحيين عدد لا نهائي من الاعداد الحقيقيه، فعشان كده استحاله نمثل المجموعه دي بطريقه السرد. وهنستخدم مع النوع دوت من المجموعات حاجه اسمها فترات، فتعال نشوف ايه هي الفترات دي. الفترات هي عباره عن مجموعات جزئيه من مجموعه الاعداد الحقيقيه، وبتستخدم فقط مع الاعداد الحقيقيه، والأقواس بتاعتها بتكون واخدة أحد الأشكال اللي قدامك دلوقتي دي. والفترات دي بيكون ليها أنواع: النوع الأول منها هي الفترات المحدودة، والنوع الثاني هي الفترات غير المحدودة. فتعال نبدأ بالنوع الأولاني واللي هي الفترات المحدودة. الفترات المحدودة برضو بيكون ليها شوية أنواع. النوع الأول فيها اسمه الفترة المغلقة، يعني مثلا لو كان معانا مجموعة مكتوبة بالصفة المميزة زي دي: س حيث س تنتمي لح، والس أكبر من أو تساوي السالب 3 وأقل من أو تساوي الأربعة، فإحنا نقدر نعبر عن المجموعة دي باستخدام الفترات عن طريق إننا نكتب قوسين مغلقين زي كده، وبعدين نكتب في بداية الفترة العدد سالب 3، وفي نهاية الفترة هنكتب العدد 4، ونضع ما بينهم فاصلة زي كده، فهينتج لينا الفترة المغلقة سالب 3 وأربعة. وطالما الفترة مغلقة فده بيكون معناه إن العنصر اللي بنبتدي بيه الفترة أو اللي بننهي بيه الفترة بيكون بينتمي للفترة وموجود جواها، يعني هنا السالب 3 هتنتمي للفترة المغلقة سالب 3 و4، وكمان الأربعة هتنتمي للفترة المغلقة سالب 3 و4. ونقدر نمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق رسم خط الأعداد زي كده، وبعدين نمثل العدد سالب 3 بدائرة مظللة زي كده، وكمان العدد 4 بدائرة مظللة زي كده، وبعدين نظلل المنطقة اللي موجودة بين العددين زي ما انت شايف كده بالظبط، فهنحصل على تمثيل الفترة المغلقة سالب 3 و4، واللي معناها انها بتشمل العددين سالب 3 و4 وكل الأعداد الحقيقية الواقعة والمحصورة ما بينهم. أما النوع التاني من الفترات المحدودة هي الفترة المفتوحة، يعني مثلا لو كان معانا مجموعة مكتوبة بالصفة المميزة زي دي: س حيث س تنتمي لح، والس أكبر من سالب 1 وأقل من الاتنين، فإحنا نقدر نعبر عنها باستخدام الفترات عن طريق إننا نكتب قوسين مفتوحين زي كده، وبعدين نكتب في بداية الفترة العدد سالب 1، وفي نهاية الفترة نكتب العدد 2،
ونضع ما بينهم فاصلة زي كده، فينتج لينا على طول الفترة المفتوحة سالب 1 و2. وطالما الفترة مفتوحة فده بيكون معناه إن العنصر اللي بنبتدي بيه الفترة أو اللي بننهي بيه الفترة لا ينتمي للفترة ومش موجود جواها. يعني هنا السالب 1 لا ينتمي للفترة المفتوحة سالب 1 و2، وكمان الاتنين لا ينتمي للفترة المفتوحة سالب 1 و2. ونقدر نمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق رسم خط الأعداد زي كده، وبعدين نمثل العدد سالب 1 بدائرة مجوفة وغير مظللة زي كده، وكمان العدد 2 بدائرة غير مظللة زي كده، وبعدين نظلل المنطقة اللي موجودة بين العددين زي ما انت شايف كده، فنحصل على تمثيل الفترة المفتوحة سالب 1 و2، واللي معناها انها بتشمل كل الاعداد الحقيقية الواقعة والمحصورة بين العددين سالب 1 و2. اما النوع الثالث من الفترات المحدودة هي الفترة نصف المغلقة ونصف المفتوحة. يعني مثلا لو كان معانا مجموعة مكتوبة بالصفة مميزة زي دي، س حيث س تنتمي لح، والس أكبر من أو تساوي السالب 4 وأقل من الصفر، فإحنا نقدر نعبر عنها باستخدام الفترات عن طريق إننا نكتب قوسين، الأولاني مغلق للداخل والتاني مفتوح للخارج زي كده، وبعدين نكتب في بداية الفترة العدد سالب 4 وفي نهاية الفترة هنكتب العدد صفر، ونضع ما بينهم فاصلة زي كده، فينتج لينا الفترة نصف المغلقة ونصف المفتوحة سالب 4 وصفر. وطالما الفترة نصف مغلقة ونصف مفتوحة فده بيكون معناه إن العنصر اللي بنبتدي بيه الفترة بينتمي للفترة، أما العنصر اللي بننهي بيه الفترة لا ينتمي للفترة ومش موجود جواها. يعني هنا السالب 4 ينتمي للفترة سالب 4 وصفر، أما الصفر فلا ينتمي للفترة سالب 4 وصفر. ونقدر نمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق رسم خط الأعداد زي كده، وبعدين نمثل العدد سالب 4 بدائرة مظللة زي كده، والعدد صفر هنمثله بدائرة غير مظللة زي كده، وبعدين نظلل المنطقة اللي موجودة بين العددين زي ما انت شايف كده بالظبط، فنحصل على تمثيل الفترة نصف المغلقة ونصف المفتوحة سالب 4 وصفر، واللي معناها إنها بتشمل كل الأعداد الحقيقية الواقعة والمحصورة بين العددين سالب 4 وصفر بما فيهم العدد سالب 4. وممكن برضو تكون الفترة نصف مفتوحة ونصف مغلقة زي المجموعة اللي قدامك ديت، س حيث س تنتمي لح، والس أكبر من سالب 2 وأقل من أو تساوي 3، فإحنا نقدر نعبر عنها باستخدام الفترات عن طريق إننا نكتب قوسين، الأولاني مفتوح لبره والتاني مغلق لجوه زي كده، وبعدين نكتب في بداية الفترة العدد سالب 2 وفي نهاية الفترة هنكتب العدد 3 ونضع ما بينهم فاصلة زي كده، فينتج لينا الفترة نصف المفتوحة ونصف المغلقة سالب 2 و3. وطالما الفترة نصف مفتوحة ونصف مغلقة فده بيكون معناه إن العنصر اللي بنبتدي بيه الفترة لا ينتمي للفترة ومش موجود جواها، أما العنصر اللي بننهي بيه الفترة بينتمي للفترة وموجود جواها. يعني هنا السالب 2 لا ينتمي للفترة سالب 2 و3، أما 3 تنتمي للفترة سالب 2 و3. ونقدر نمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق رسم خط الأعداد زي كده، وبعدين نمثل العدد سالب 2 بدائرة غير مظللة زي كده، والعدد 3 بدائرة مظللة زي كده، وبعدين نظلل المنطقة اللي موجودة بين العددين زي ما انت شايف كده، فنحصل على تمثيل الفترة نصف المفتوحة ونصف المغلقة سالب 2 و3، واللي معناها انها بتشمل كل الأعداد الحقيقية الواقعة والمحصورة بين العددين سالب 2 و3 بما فيهم العدد 3. ودلوقتي تعال نشوف النوع التاني من الفترات، واللي هي فترات غير المحدودة، ودي اللي بنستخدم فيها رموز ما لا نهاية والسالب ما لا نهاية. يعني مثلا لو كان معانا مجموعة مكتوبة بالصفة المميزة زي دي، س حيث س تنتمي لح، والس أكبر من أو تساوي الاتنين، فإحنا لو عاوزين نعبر عن المجموعة دي باستخدام الفترات هنسأل نفسنا سؤال، إيه الأعداد الأكبر من أو تساوي الاتنين؟ فهتلاقي نفسك بتقول الاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة وهكذا لحد ما لا نهاية، وبالتالي يبقى هنكتب قوسين، الأولاني مغلق للداخل والتاني مفتوح للخارج زي كده، وبعدين نكتب في بداية الفترة العدد 2 وفي نهاية الفترة هنكتب الرمز ما لا نهاية، ونضع ما بينهم فاصلة زي كده، فينتج لينا الفترة 2 وما لا نهاية.
وده معناه إن الفترة بتشمل كل الأعداد الحقيقية من أول العدد 2 حتى اللانهاية الموجبة بما فيهم العدد 2، وبالتالي هيكون العدد 2 بينتمي للفترة 2 وما لا نهاية. ونقدر نمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق رسم خط الأعداد زي كده، وبعدين نمثل العدد 2 بدائرة مظللة زي كده، وبعدين نظلل كل المنطقة ديت في اتجاه اللانهاية الموجبة زي ما انت شايف كده بالظبط، فنحصل على تمثيل الفترة 2 وما لا نهاية. أما لو كانت المجموعة مكتوبة بالشكل دوت، يعني علامة التباين كانت أقل من أو يساوي وليس أكبر من أو يساوي، فأكيد هيكون المقصود هنا الأعداد الأقل من 2 أو تساويها، زي الاتنين والواحد والصفر والسالب واحد وهكذا لحد السالب ما لا نهاية. وبالتالي يبقى هنكتب قوسين الأولاني مفتوح والتاني مغلق زي كده، وبعدين نكتب في بداية الفترة الرمز سالب ما لا نهاية، وفي نهاية الفترة هنكتب العدد 2، وبعدين نضع ما بينهم فاصلة زي كده، فينتج لينا الفترة سالب ما لا نهاية و2. وده بيكون معناه إن الفترة بتشمل كل الأعداد الحقيقية من أول العدد 2 حتى سالب ما لا نهاية بما فيهم العدد 2، وبالتالي هيكون العدد 2 بينتمي للفترة سالب ما لا نهاية و2. ونقدر نمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق رسم خط الأعداد زي كده، وبعدين نمثل العدد 2 بدائرة مظللة زي كده، وبعدين نظلل كل المنطقة دي في اتجاه اللانهاية السالبة زي ما انت شايف كده بالظبط، فنحصل على تمثيل الفترة سالب ما لا نهاية و2. ولو كانت المجموعة بالشكل دوت، س حيث س تنتمي لح والس أكبر من الصفر، فاحنا لو عاوزين نعبر عن المجموعة دي باستخدام الفترات هنسأل برضو نفسنا السؤال، ايه الأعداد اللي أكبر من صفر؟ فهتلاقي نفسك بتقول الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة وهكذا لحد ما لا نهاية، وبالتالي يبقى هنكتب قوسين مفتوحين زي كده، وبعدين نكتب في بداية الفترة العدد صفر، وفي نهاية الفترة الرمز ما لا نهاية، ونضع ما بينهم فاصلة زي كده، فينتج لينا الفترة المفتوحة صفر وما لا نهاية. وده معناه إن الفترة بتشمل كل الأعداد الحقيقية من بعد العدد صفر حتى ما لا نهاية الموجب، وبالتالي هيكون العدد صفر لا ينتمي للفترة صفر وما لا نهاية. ونقدر نمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق رسم خط الأعداد زي كده، وبعدين نمثل العدد صفر بدائرة غير مظللة زي كده، وبعدين نظلل كل المنطقة ديت في اتجاه ما لا نهاية الموجبة زي ما انت شايف كده بالظبط، فنحصل على تمثيل الفترة صفر وما لا نهاية. أما لو كانت المجموعة مكتوبة بالشكل دوت، يعني علامة التباين كانت أقل من وليس أكبر من، فأكيد هيكون مقصود هنا الأعداد اللي أقل من الصفر، زي السالب واحد والسالب اتنين والسالب تلاتة والسالب أربعة وهكذا لحد السالب ما لا نهاية. وبالتالي يبقى هنكتب قوسين مفتوحين زي كده، وبعدين هنكتب في بداية الفترة الرمز سالب ما لا نهاية، وفي نهاية الفترة هنكتب العدد صفر، ونضع ما بينهم فاصلة زي كده، فينتج لينا الفترة سالب ما لا نهاية وصفر. وده معناه إن الفترة بتشمل كل الأعداد الحقيقية من قبل الصفر حتى السالب ما لا نهاية، وبالتالي هيكون العدد صفر لا ينتمي للفترة سالب ما لا نهاية وصفر. ونقدر نمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق رسم خط الأعداد زي كده، وبعدين نمثل العدد صفر بدائرة غير مظللة زي كده، وبعدين نظلل كل المنطقة ديت في اتجاه ما لا نهاية السالبة زي ما انت شايف كده بالظبط، فنحصل على تمثيل الفترة سالب ما لا نهاية وصفر. وبعد ما شفنا بالتفصيل أنواع الفترات سواء المحدودة أو غير المحدودة، تعالى دلوقتي نشوف شوية ملاحظات مهمة على الفترات. الملاحظة الأولى اللي لازم تاخد بالك منها هي إننا لما بنيجي نعبر عن مجموعة في صورة فترة، فإحنا لازم نبدأ بالعدد الأصغر وبعدين العدد الأكبر، وما ينفعش أبدا العكس. يعني مثلا المجموعة اللي قدامك دي، لما نيجي نعبر عنها في صورة فترة هنكتبها كده، الفترة المغلقة سالب واحد وأربعة، ومش هينفع نكتبها أربعة وسالب واحد. أما الملاحظة التانية فهي إن علامات التباين اللي بتحتوي على التساوي بتعني أقواس مغلقة، يعني بتكون أقواس للداخل زي كده، وعلامات التباين اللي مش بتحتوي على التساوي بتعني أقواس مفتوحة، يعني بتكون أقواس للخارج زي كده. أما الملاحظة الأخيرة فهي إن الرموز ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية دايما بتكون أقواسها مفتوحة، يعني بتكون للخارج.
ودلوقتي تعال نشوف مثال يوضح لنا أكتر إزاي بنقدر نعبر عن المجموعات في صورة فترة وإزاي نمثلها على خط الأعداد. المثال بيقول اكتب كل من المجموعات الآتية على صورة فترة ومثلها على خط الأعداد، والمجموعة الأولى عبارة عن س حيث س تنتمي لحاء، والسين أكبر من أو تساوي السالب واحد وأقل من أو تساوي الأربعة. طبعا زي ما اتفقنا طالما هنا علامات التباين تحتوي على التساوي يبقى الفترة دي هتكون مغلقة، وهتكون الفترة اللي بتعبر عن المجموعة ديت هي الفترة المغلقة سالب واحد وأربعة. ولما نيجي نمثلها على خط الأعداد هنمثل بداية الفترة واللي هو العدد سالب واحد بدائرة مظللة زي كده، ونمثل نهاية الفترة واللي هو العدد أربعة بدائرة برضو مظللة زي كده، وبعدين نظلل كل المنطقة الواقعة بين العددين دول زي ما انت شايف كده بالظبط، فنحصل على تمثيل الفترة المغلقة سالب واحد واربعة. يلا بينا نشوف المجموعة التانية. المجموعة التانية عبارة عن س حيث س تنتمي لحاء، والس أكبر من أو تساوي الواحد. طبعا زي ما انت ملاحظ هنا إن المجموعة دي بتتضمن علامة تباين واحدة بس، وده معناه إن الفترة هتكون غير محدودة، وطالما السين أكبر من أو تساوي الواحد يبقى هنستخدم رمز اللانهاية، وهتكون الفترة اللي بتعبر عن المجموعة دي هي الفترة النصف مغلقة ونصف المفتوحة واحد وما لا نهاية. ولما نيجي نمثلها على خط الأعداد هنمثل العدد واحد بدائرة مظللة زي كده، وبعدين نظلل كل المنطقة ديت في اتجاه الما لا نهاية الموجبة زي ما انت شايف كده بالظبط، فنحصل على تمثيل الفترة واحد وما لا نهاية. يلا بينا نشوف المجموعة اللي بعد كده واللي عبارة عن س حيث س تنتمي لحاء، والس أكبر من سالب 3 وأقل من أو تساوي 3. هنا طالما علامة التباين الأولى مش بتحتوي على التساوي وعلامة التباين الثانية بتحتوي على التساوي يبقى دي أكيد فترة نصف مفتوحة ونصف مغلقة، وبالتالي هتكون الفترة اللي بتعبر عن المجموعة ديت هي الفترة سالب 3 و3. ولما نيجي نمثلها على خط الأعداد هنمثل عدد سالب 3 بدائرة مفتوحة وغير مظللة زي كده، أما الثلاثة فهنمثلها بدائرة مغلقة ومظللة زي كده، ومننساش أكيد نظلل كل المنطقة اللي موجودة بين العددين زي كده بالظبط، فهنحصل على تمثيل الفترة سالب 3 و3. ودلوقتي يلا بينا نشوف آخر مجموعة معانا. المجموعة اللي بعد كده عبارة عن س حيث س تنتمي لحاء، والس أقل من الصفر. طبعا دي برضو نقدر نعبر عنها بالفترات الغير محدودة، لأن المجموعة دي بتتضمن علامة تباين واحدة بس، وبما إن هو طلب الأعداد الأقل من صفر يبقى الفترة اللي تعبر عن المجموعة ديت هي الفترة المفتوحة سالب ما لا نهاية وصفر، ونقدر نمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق تمثيل العدد صفر بدائرة غير مظللة زي كده، لأن علامة التباين ما فيهاش علامة تساوي، وبعدين نظلل كل المنطقة ديت في اتجاه الما لا نهاية السالبة زي ما أنت شايف كده بالظبط، فهنحصل على تمثيل الفترة سالب ما لا نهاية وصفر. وبكده نكون اتعرفنا على الفترات وعرفنا أنواعها، وعرفنا كمان كيفية التعبير عنها وتمثيلها على خط الأعداد. في النهاية أتمنى أن يكون الشرح كان واضح وبسيط، ولو في أي أسئلة اكتبها لي في التعليقات. أشوفكم على خير، مع السلامة.